الجزيئات البيولوجية أو الجزيئات الحيوية اللي جوه جسمنا. جسمنا بيتكون من مجموعة أجهزة، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، بيشتغلوا مع بعض. كل جهاز بيتكون من أعضاء، فم، مريء، وهكذا. العضو بيتكون من أنسجة، شوية الخيوط اللي انت بتشوفهم لما بتبص في ايديك دي أنسجة، والأنسجة تتكون من خلايا. الخلايا دي جواها عضيات صغيرة، وعضيات دي تصغير لأن هي صغيرة جدا، تتكون من جزيئات وجزيئات من ذرات. أنواع الجزيئات: جزيئات عضوية أو جزيئات غير عضوية. الجزيئات العضوية، دي هي جزيئات كبيرة الحجم، حجمها كبير، تحتوي على ذرات كربون وهيدروجين، وبتسمى الجزيئات البيولوجية الكبيرة، يعني جزيئات حيوية كبيرة. حيوية يعني موجودة جوه جسم الكائنات الحية. الجزيئات العضوية هو جزيئات بيولوجية كبيرة. طب ايه الجزيئات الغير عضوية؟ غير عضوية يعني مش بتشترط وجود عنصر الكربون أو ذرة الكربون، مش شرط، يعني مش لازم تكون موجودة، يعني ممكن تكون موجودة أو لا، هي مش شرط للجزيئات الغير عضوية، زي المية، زي الأملاح المعدنية، وكمان ثاني أكسيد الكربون، دي كمان من الجزيئات الغير عضوية. طيب أنا عندي جزيئات كبيرة، جزيئات بيولوجية كبيرة يعني بوليميرات، حاجة كبيرة، بوليميرات. طيب أي حاجة كبيرة بتتكون من حاجات صغيرة متجمعة مع بعض، الحاجات الصغيرة اسمها مونيميرات، جاية من كلمة ميني في الإنجليش. يبقى عندي البوليميرات تتكون من مونيميرات. طيب إن المونيميرات دي تتجمع مع بعض، إنها تتحد مع بعض عشان تدينا بوليميرات، بسميها عملية البلمرة. يبقى البلمرة هي اتحاد جزيئات صغيرة اللي هي المونيميرات عشان تكون جزيئات كبيرة البوليميرات. أول حاجة الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي جزيئات كبيرة تكون من جزيئات صغيرة، هي السكر الأحادي. من أمثلة الكربوهيدرات السكريات، الحاجات المحلية، النشويات، والألياف، الحاجات اللي فيها أنسجة زي الفاصوليا. ايه الصيغة الكيميائية للكربوهيدرات؟ يعني ايه الذرات اللي موجودة فيها ونسبتها قد ايه؟ CH2O، كل C قدامها 2H قدامها واحدة O، 1 إلى 2 إلى 1.